زي ما قلت يعني في هذه الفقرة هنتعرف على إزاي ممكن تستفيد مصر من تنظيم بطولة رياضية عالمية زي بطولة العالم أو كأس العالم لكرة اليد بالترويج السياحي. الترويج السياحي يعني السياحة عموما واحدة من القطاعات طبعا اللي تأثرت على مستوى العالم بشكل كامل بعد تفشي فيروس كورونا. مفيش سفر، مفيش طيران، مفيش تنقلات، في إغلاق، في عزل، مفيش تجمعات أصلا، وبالتالي التحديات متعددة وعلى أصعدة مختلفة، لدرجة أنه أحيانا الواحد يتساءل هل يجوز أصلا طرح السؤال إزاي مصر تستفيد من هذه البطولة في الترويج السياحي؟ طيب ماذا لو كان الأمر يتعدى الفترة الحالية اللي احنا فيها؟ ليه ما نفكرش لأبعد من كده؟ ليه ما نفكرش لحاجة يعني بعيدة المدى؟ إزاي تنظيم بطولات زي دي وهي زي ما قلت حضراتكم بطولة عالمية، ده مونديال، يعني العالم كله بيشارك فيه، في 32 منتخب بيشارك. إزاي ممكن تستفيد مصر حتى لو على اللونج تيرم أو على المدى البعيد، فإنها تعطي رسالة إنها قادرة على استضافة كل هذه الأعداد، على تأمينهم كأمن أمن يعني، وإنها تحفظ سلامتهم في ظل تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا. كل دي رسائل ممكن مصر ترسلها يعني الخارج فيما يتعلق بالسياحة، ربما بعد ما الأمور تستقر فيما يتعلق بفيروس كورونا نرجع ونفتكر أن مصر ديستنيشن كويس أو وجهة سياحية مناسبة لما نروحش على مصر لما نحب نفكر أن احنا نسافر والأمور طبعا يعني تستقر ويبقى مسموح بالسفر. خلونا نشوف تفاصيل أكتر، نتعرف على تفاصيل أكتر على هذه النقطة. بينضم إلينا من أبو ظبي عبر زوم دكتور علاء خليفة، خبير التسويق السياحي الدولي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا، شكرا على تلبيه الدعوه دكتور علاء. وخليني اسال حضرتك في البدايه على نقطه انه يعني في البعض يتساءل ازاي نتكلم على ترويج للسياحه في ظل يعني موجه تانية من فيروس كورونا، اصابات عددها زاد في كل حته في العالم، اغلاق هنا واغلاق هناك، مفيش طيران، مفيش سفر، ازاي نتكلم على ترويج سياحي ومصر بتنظم بطولة رياضية عالمية زي كأس العالم لليد؟ أولا يعني هي ظروف عالمية على الجميع، هي بس الناس دايما في ظل ظروف سلبية، يعني أخبار سلبية دايما بيستنوا يسمعوا أي أخبار إيجابية من أي دولة، سواء أخبار تتعلق بفاكسين أو سواء أخبار تتعلق بانخفاض عدد من الإصابات أو انحدار كيرف بتاع موجة تانية. فدايما الاحداث سواء الاحداث الرياضيه او الفعاليات دايما بترتبط بانها بتكون يا اما اخبار سلبيه اخبار ايجابيه. طول ما بيطلع من مصر ان شاء الله اخبار ايجابيه، طول ما بيبقى دايما بيبقى ليها مردود كويس جدا على صناعه السياحه. البطوله اللي احنا بننظمها ديت للعلم بس، يعني احنا كنا طلبنا تاجيل البطوله عشان في موجه ثانيه من الكورونا حوالين العالم زي ما حضرتك عارفه، ولكن الاتحاد الدولي لكرة اليد أصر على أن البطولة تستمر، فإحنا أخذنا الريسبونسبيليتي، ودي طبعا شجاعة كبيرة جدا من صانع القرار. والنهاردة الافتتاح بتاع البطولة كان رائع بكل المقاييس، اتذاع في كل بلاد العالم، كل تقريبا كل وكالات الأنباء نقلته. إحنا بنتكلم في سيطرة في ظل ظروف صعبة، دي في حد ذاتها انا بعتبرها اخبار ايجابيه. بكره ان شاء الله وكالات الانباء هتتكلم عن الموضوع ده بثقل. الاتحاد الدولي لكره اليد قرر او اصر على استكمال البطوله، واحنا وي توك ذا تشالنج، يعني اخذنا التحدي، ولاول مره بطوله العالم لكره اليد بدل من 24 فريق بقت 32 فريق. فدي طبعا برضو جايه مع ان احنا فريق العالم الناشئين او فريق مصر الناشئين في كره اليد اخذ بطوله العالم السنه اللي فاتت او السنه اللي قبل اللي فاتت 2019 بالتحديد. فاحنا داخلين الموضوع ده تشالنج، في طبعا فرقتين ثلاثه اعتذروا عن القدوم. كان اتحاد كره اليد كان حاطط اربع فرق اللي هم ايه، تشيك والولايات المتحده، اللي هم التشيك والولايات المتحده اعتذروا علشان ظهرت بعض الاصابات عندهم في الفريق. الشيء الجميل بقى ان احنا قررنا بما ان خلاص مضطرين نعمل البطوله في هذه الظروف، فشيء جميل ان احنا قررنا خلاص احنا هنعملها، ولكن هنعملها بسياسه
البابل بيسموها البابل بوليسي، او احنا حاجه كنا بنعملها عندنا في الترافل اسمها البابل ترافل، اللي هو الدول بتفتح فقاعه ما بين بعضها البعض، اللي هو تبادل بدون دخول اي عنصر ثالث من الخارج. في البطوله دي هم قرروا ان هم يطبقوا سياسه البابل او سياسه الفقاعه، اللي هي ال 32 فريق اتحركوا للمباريات، يخلصوا المباريات يرجعوا للفندق بدون اي احتكاك مع اي طرف ثالث. وهنا بقى هيثبت النجاح ان شاء الله باذن الله يا رب، يوفقنا يا رب ويثبت النجاح، ونوري العالم كله ان احنا قادرين نحافظ على هذه الفرق عندنا، قادرين ان احنا نعمل البابل او سياسه الفقاعه زي ما قلت لحضرتك. ودي بقى هيكون ليها مردود يا رب كده يعني بخلال فتره البطوله، يا رب دايما نسمع اخبار كويسه من هنا لغايه نهايه البطوله، ترجع هذه الفرق لبلادها، تعرف ان احنا حافظنا عليهم، طبقنا بشكل احترافي الاجراءات الاحترازيه عليهم، طبقنا سياسه الفقاعه زي ما قلت لحضرتك، ودي طيب حلو مش دكتور اي علاء، دوله لو بتعرف تم فعلا تطبقها. كل هذه الاجراءات وان شاء الله مصر تنجح في انها تطبق هذه الاجراءات، ده ايه مردوده يعني فيما يتعلق بالسياحه؟ وهل لو ليه مردود هنشوفه قريب ولا لا؟ لانه طبعا في فيروس كورونا، وبالتالي اذا كان في عوده للنشاط السياحي بشكل كبير ممكن تكون بعد كده يعني. شوفي، الجميل في الظروف اللي بتحصل في العالم دي ان هي ظروف، طبعا هي ظروف مؤسفه على صناعه السياحه بالعالم، ولكن هي جلوبال، يعني هي ما لا تخص دوله وحدها بعينها، لان المشكله في كل منطقه وفي كل مكان، حتى صح الدرجه الثانيه او الموجه الثانيه في كل مكان، تقريبا في كل مكان في العالم دلوقتي. فاحنا بنقول ان اي اخبار ايجابيه بتيجي من اي دوله مهما كانت هذه الدوله، فهذا الامر بيؤدي الى ان الناس ترجع تاني تفكر في هذا المقصد. مصر طول عمرها كمقصد سياحي مطلوب، زي ما بقول كده دايما في حديثي، هو اون ذا باكيت ليست، فاون ذا باكيت ليست. وبعد فتره حرمان سنه كامله اللي هي خلينا نشرح 2020 الباكيت ليست، هي القائمة اللي الواحد بيحطها للأماكن ايوه اللي بالظبط نفسه يعملها، اللي نفسه يروحها. بالظبط. انا هقول لحضرتك مصطلحين، يعني احنا كنا في اون ذا باكيت ليست او القائمه اللي الواحد بيتمنى ان هو يزورها، تمام؟ في اي بلد في العالم، تعرف الحضاره المصريه متغلغله يعني في المناهج الدراسيه بالذات في الدول الغربيه. احنا الفتره اللي فاتت دي كانت فتره صيام، فترة صيام سنة 2020، فترة إغلاق وصيام، ناس كتيرة جدا كانت نفسها تنزل مصر ما قدرتش تنزل مصر. أتوقع إن الفترة 2021، نص 2021 قبل ما ناخد الفاكسين أو بعض الدول تاخد اللقاح، أعتقد برضو هتظل مصر من ضمن الدول التي يتمنى المرء أن يزورها. فهنكون برضو ستيل في الباكيت ليست، ولكن أنا أطمح أو أنا أتمنى إن الحملة الترويج السياحي أو حملة الترويج السياحية القادمة ننقلنا من الباكت ليست للتو دو ليست. احنا عايزين كده، يعني عايزين من ان احنا اتمنى ازور مصر، ان انا لازم اطلع ازور مصر. فهتيجي امتى الكلام ده؟ هتيجي مع الاخبار الايجابيه، هتيجي مع بطوله من هذه البطولات، هتيجي مع الفعاليات الجميله، هتيجي مع اجراءات احترازيه وامنيه لتامين الفعاليات، هتيجي مع حمله تسويقيه تعتمد على تسويق التجربه السياحيه. وهو ده اللي احنا بنعمله النهارده. احنا بقينا العالم كله بقى جلوبال فيليج، سمول فيليج يعني قريه صغيره، فاصبح الاخبار تتنقل بسرعه كبيره جدا. النهارده الناس لما بتسمع اي اخبار ايجابيه جايه من اي مكان، فهو بيعيد تفكير في هذا المكان، زي ما قلت لك محطوط في قائمه الاشياء اللي لازم الانسان يزورها. النهارده احنا بنطمح ان احنا ننقلها لقائمه الاشياء اللي المفروض ان هو يزورها. طيب فيروس البطوله كورونا لها دكتور علاء، انعكاس. انا تفضلي اسف المقاطعه، بس بما ان حضرتك ذكرت فكره التسويق وحضرتك خبير في التسويق السياحي، لما ايوه نيجي نعمل حملات تسويقيه او الهدف منها تسويق السياحه في مصر في ظل تفشي كورونا، ايه المحددات اللي بتتغير عن الوضع الطبيعي؟ يعني رسالتي بالتاكيد هتتغير عن الوضع الطبيعي، لو انا يعني كدوله عايزه اوصل رساله انا بلد امنه تعالوا عندي مصر عايزه اعمل ترويج، التسويق يختلف ازاي ما بعد كورونا عما قبل؟ شوفي حضرتك، التسويق كان زمان كانت بتقوم به هيئات تنشيط السياحه او هيئات ترويج السياحه.
بشكل كامل، هي اللي بتقوم بالحملة وهي اللي بتقوم بأغلب الكونتنت أو محتوى هذه الحملة. النهاردة التسويق بعد كورونا اختلف شوية، ما أصبحش الهيئات تنشيط سياحة هي التي تقود عمليات التسويق، الذي يقود عمليات التسويق هو تفاعل مشترك ما بين هيئات تنشيط السياحة وخلق المحتوى الشخصي الطبيعي. إن الشخص النهاردة أصبح التسويق السياحي يعتمد على التجربة السياحية بالأول، يعني التجربة السياحية، تجربة الشخص، تجربته في المقصد السياحي، في تفاعله مع الحضارة، تفاعله مع الثقافة، تفاعله مع القصص اللي جاية من المقصد السياحي، هو ده اللي بيخلق البراند اويرنس او اللي بيخلق السمعة الجيدة لأي مقصد سياحي بالعالم. خلي بالك التنشيط او ترويج السياحه، احنا للاسف فتره طويله جدا متخيلين ان احنا هنروج للسياحه هنجيب كل سنه 20 مليون او 15 مليون، مفيش اي حد في الدنيا بيروج ويجيب هذا الرقم الكبير جدا، احنا بنروج علشان نعمل تجربه سياحيه يقوم الناس اللي بتيجي دي ترجع لنا تاني، نقوم نجيب عليهم السنه اللي بعديها ناس زياده وهكذا، نزود عليهم نسبه 3% 5% 10% وهكذا، ويبقى الفعل تراكمي. لكن احنا مش بنروج علشان السائح يجي يعمل تجربة مش كويسة يقوم يزور البلد مرة واحدة وما يرجعش تاني، احنا عايزين الناس تيجي دايما. تشوفي مثلا بلد زي ايطاليا او بلد زي اسبانيا، هتلاقي ان نسبة 66% من الزائرين لهذه البلاد تقريبا زي ما بيقولوا returning visitor او سائح بيرجع مرة اخرى لانبساطه او لسعادته بالتجربة الاولى. الناس اللي وفرنسا بتروح دبي النهاردة، فرنسا، كل البلاد طبعا، الناس اللي بتروح امريكا مثلا، اللي بتروح دبي، اللي بتروح مكان زي هونج كونج، مكان زي اي بلد زي ماليزيا، زي تايلاند، زي بتروح بترجع تاني ليه؟ علشان هي عاشت تجربه سياحيه ممتعه في الاول. فالمفروض ان حملات تنشيط سياحي تركز على القادمه قبل كوفيد 19، طبعا مختلف عن كوفيد 19، المفروض ان احنا نركز على التجربه، التجربه السياحيه هو ده الفيصل اللي هيخلي مقصد سياحي قوي ومقصد سياحي ضعيف. لا الحاجه حضرتك الثانيه، كنت هتتكلم اتفضل اتفضلي يا فندم. حضرتك كنت هتتكلم على دبي وانا كنت هسأل كمان على دبي. حضرتك بتكلمنا من الامارات، من ابو ظبي تحديدا. ايوه الامارات بلد ليها تجربه مميزه فيما يتعلق بالسياحه، تحديدا دبي. ايه ابرز ايوه ملاحظات حضرتك على هذه التجربه وتحديدا بعد فيروس كورونا؟ بص يا فندم، في نقطتين لازم نفهم، انا يمكن اتكلمت فيهم كتير، وبعض الاحيان احنا بتبقى غايبه عننا. الاجراءات، كل ما الاجراءات كانت صعبه في الريستريكشنز او ان احنا نحافظ على المكان من انتقال تحورات فيروس كورونا لينا، كل ما كان فرضنا اجراءات صعبه، كل ما نظر لنا على اننا بنطبق الاجراءات الاحترازيه بشكل جيد وقوي. اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان دبي وبالذات ابو ظبي برضو طبقوا اجراءات احترازيه حسب الموقف. اول ما ظهر تحورات في الفيروس، كان الاول بيطلبوا بي سي ار تيست، بعد كده ابتدوا يعملوا حجر لمده 14 يوم، ودلوقتي بقى 10 ايام بس. مع بدايه اخذ الفاكسين ابتدت تطبيق الاجراءات الاحترازيه بشكل شديد وعنيف. عايز اقول لك ان مثلا في دبي حجم المخالفات او المبالغ المحصله كمخالفات من الناس اللي بيخالفوا الاجراءات الاحترازيه كان تقريبا 10 اضعاف اي حجم مخالفات في اي سنه من السنين، لان ارقام كبيره جدا، تكلمي في الاف من الدولارات لكل شخص لو خالف، مثلا نزل من غير كمامه، شخص ما عملش اجراءات احترازيه معينه، لدرجه ان هم بعتوا منشور لكل الاماكن العامه التي تتعامل مع العامه يحثوهم على ان هم ياخدوا الفاكسين، لان انت عارف حضرتك الفاكسين ده اختياري. اختياري. وقالوا لهم اللي مش عايز ياخد الفاكسين كل 15 يوم هيعمل بي سي ار تيست علشان ده بيتعامل مع الجمهور. فدي من ضمن الاجراءات اللي انا بحكي لحضرتك عليها،
كل الحاجات دي بيبقى ليها مردود جيد مش مردود وحش. احنا متخيلين الحاجات دي هيبقى ليها مردود وحش والناس هتخاف تنزل والناس هتخاف تروح، بالعكس فكنت لسه الناس اسال بتحس حضرتك، بالامان طب ده مش اكتر. يخوف الناس اللي هي لا رايحه دبي بالعكس، هتبقى رايحه لا اصلا يا فندم، اجازتها اسبوعين 10 ايام منهم عزل؟ لا يا فندم، انا هقول لحضرتك حاجه. في دبي عملت، او الامارات بعض الاماكن في الامارات وبالذات دبي عملت حاجه اسمها سياسه البابل ترافل او سياسه الفقاعه السفر. يعني ايه؟ يعني حضرتك في دولة احنا بنعتبرها جرين زون وفي دولة بنعتبرها ريد زون، يعني عدد الإصابات فيها عالية جدا، عدد الوفيات فيها عالية جدا، نسبة الحالات النشطة عالية جدا، فاحنا بنعتبرها ريد زون. فبنقول اللي هيجي من المكان ده هيعمل بي سي ار تيست وهينزل هياخد حق عزل لمدة كذا. في بعض الدول الأخرى بنسميها الدول الخضراء، يعني او دول الاورنج في المنطقة الاورنج اللي هي قادرة تسيطر على الفيروس، قادرة تسيطر على الحالات، حالتها مش عاليه جدا، زي مثلا احنا مثلا عندنا شرم الشيخ وعندنا الغردقه وعندنا الاقصر وعندنا اسوان، حالات مش عاليه، حالات كويسه، عندنا اندر كنترول. فهم برضو في بعض الدول كده، يعني مثلا الولايات المتحده الامريكيه بلد ريستريكتد من اوروبا كلها، ما تقدرش، انت لو امريكي ما تقدرش تسافر اوروبا، ما تقدرش تخشها اساسا. ليه؟ لان انت ريد زون بالنسبه لهم. انما بعض الاحيان بيبقى في بلد اللي احنا بنسميها يعني جرين زون او اورنج زون، هي ما بين مرحله الريد والجرين، اللي هو يعني قادر يسيطر على الفيروس، قادر يقلل من حالات الكيرف اللي هو بتاع الموجه الثانيه. ففي هذه الحاله الدول بتعمل مع بعض اتفاقيات سياحيه اسمها البابل ترافل. البابل ترافل، فقاعه السفر، يعني ايه؟ يعني انت هتسافر عندي وانا هسافر عندك من غير ما نطلب من بعض ريستريكشنز، لان على اعتبار ان وضعك الصحي مناسب لوضع الصحي، وبالتالي هتقدر ان احنا نتبادل مع بعض الزيارات السياحيه. وده كان موجود على فكره ما بين مؤخرا ما بين الامارات وانجلترا، لغايه ما ظهرت مع انه التحور انجلترا الجديد. يعني اعداد لغايه بالظبط مهولة من لغايه الإصابات. قريب، لغايه قريب، ما انا بحكي لحضرتك لغايه ما ظهر التحول الجديد في فيروس كورونا. ايه اللي حصل لما ظهر التحور دوت؟ لما ظهر هذا التحور اللي حصل ان الامارات قررت ان اي حد هيجي من انجلترا، بدل ما هنقفل الطيران، اي حد هيجي من انجلترا هيخضع لسياسه الايه؟ البي سي ار والعزل المنزلي لمده 14 يوم. قامت انجلترا بعدها بخمس ست ايام قررت، نظرا لارتفاع الاصابات طبعا، ان هم مش هيشتغلوا بنظام البابل ترافل اني مور، وهيقرروا ان هم اي حد هيجي من دوله الامارات هيطبق عليه نفس الاجراءات الاحترازيه، يعني معامله بالمثل من الاخر. فبعض الدول عملت كده البابل ترافل. في ظل الموجه الثانيه اتفاقات البابل ترافل كلها ابتدت تتارجح وابتدت الدول تتخلى عنها. بس ده اللي كان السبب، ان كان مثلا في ايام راس السنه اللي فات كان في عدد سياح كبير جدا موجود من اوروبا وبعض الدول الاوروبيه، كان موجود بدوله الامارات. بس جايين مخصوص للكريسماس وراس السنة، يعني هما مش مقيمين، يعني مش من الموجودين في لا مش الإمارات. مقيمين، لا 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 طبعا مش مقيمين، هو اغلبهم كانوا جم من بلد. يعني حضرتك تخيلتي بعض الناس بتنزل من المناطق الحمراء والدول الحمراء، بعض الناس بتنزل بيطبقوا عليهم سياسة العزل اللي هي 14. انا شخصيا لما رجعت، انا كنت مسافر، انا يعني كنت في الولايات المتحدة ورجعت على ابو ظبي، عملوا لي عزل 14 يوم، وبعد ال 14 يوم لازم اعمل بي سي ار تيست عشان يتأكدوا ان مفيش اي حاجة. بلاد كتيرة جدا بيطبق عليها العزل، زي ما انا لو طلعت من القاهرة هيطبق عليها العزل، لو طلعت من واشنطن هيطبق عليها العزل، وبلاد كتيرة جدا. ولكن بعض البلاد آمنة لبعضها البعض، فكانوا بيعملوا مع بعض سياسات اللي انا قلت لحضرتك عليها اللي هي البابل ترافل ما بين الدول. لكن في خضم أزمة كورونا والموجة الثانية، اعتقد ان الدول دلوقتي مشغولة جدا ب سيطرة على الفيروس، بفتح أماكن لأخذ اللقاحات، باستيراد اللقاحات، بعمل تجارب سريرية. أعتقد إن الأمر في يعني دول مشغولة، يعني ما أعتقد إن الأمر ما بقاش مركز قوي على السياحة قد ما هو مركز
على ان احنا هنعمل ايه بعد شهر 6 الجاي، وهو الشهر اللي دايما يعني انا اعتبره الشهر الذهبي في صناعه السياحه، لان هتكون دول كثيره جدا تطعمت، والمواطنين اللي اتطعموا ضد فيروس كورونا اعتقد ان هم هيكون عندهم كم كبير جدا من الشجاعه ان هو يوصل لاي ديستنيشن او ينزل اي ديستنيشن، سواء كان هذا الديستنيشن او هذه المنطقه منطقه حمراء منطقه خضراء، لان هو خلاص يعني حتى لو تعرض لهذا الفيروس فهو هذا الكلام لا اعتقد ان هو هيخوفه بشيء، لكن في حاله من الرعب شديد موجود من بدايه الاغلاق الى الان، واعتقد ان احنا لازم نغير استراتيجيات التسويق السياحي. وفي حاجه ثانيه مهمه جدا يمكن اقولها من عند حضرتك دلوقتي، ان احنا يعني كان في اخبار كثيره بتقول ان احنا بنتعاقد مع شركه علشان تؤمننا بالتسويق السياحي في العالم. انا في رايي الشخصي ان احنا لابد ان احنا نتجه او ناخد سياسه اخرى، ان احنا نتعاقد مع عده شركات. ليه عدة شركات؟ لأن العالم عمر ما في شركة في الدنيا هتسيطر على العالم كله من ناحية التسويق. لازم نقسم العالم إلى 5 6 7 مناطق، كل منطقة تضم عدد معين من الدول، 10 دول 15 دولة 20 دولة، وندي تسويقهم لشركة أو يعني ديجيتال ماركتينج كومباني أو ماركتينج كومباني واحدة فقط، ونديها KPI ونديها ميديا بلان، ناخد منها ميديا بلان ندرسها كويس جدا، ناخد عليها KPI، نستنى نشوف KPI بتاعتها تحقق بعد 3 شهور بعد 6 شهور بعد سنة بعد سنتين بعد 3 سنين وهكذا، ونبتدي نقارن KPIs دي ما بين الشركات في مناطق مختلفة، يعني منطقة لأستراليا ومنطقة لوشاينا ومنطقة تانية لجنوب شرق آسيا، شركة تالتة لمنطقة شمال أوروبا، شركة رابعة لمنطقة غرب أوروبا، شركة خامسة لمنطقة أوروبا الشمالية وهكذا، شركه نعم. لاوروبا سوري امريكا الشماليه ثم امريكا الجنوبيه، اخرى لمنطقه الخليج والدول العربيه، اخرى لشمال افريقيا. بذلك نقدر نحقق عدد من النجاحات في كل هذه المناطق، لان احنا لو اديناها لشركه واحده بنكرر نفس الغلطه اللي عملناها مع شركه جي دبليو تي اللي هي اخذت العقد 3 سنين ولكن كان المردود كان ضعيف جدا لانها ما قدرتش تسيطر على كل الأسواق. أيوة. طيب سؤال أخير دكتور علاء، يعني بالنسبة للمواطن المصري اللي هو عايز يسافر، يعني هل حضرتك شايف أنه ده وقت مناسب للسفر؟ اللي عايز يسافر يسافر أنهي دولة؟ يبص على يعني يتابع نشرة أعداد المصابين ويروح للدولة اللي أعداد الإصابات فيها قليل، ولا يروح للدولة اللي عاملة إجراءات احترازية زي ما حضرتك قلت، عزل لمدة معينة، مطلوب PCR؟ ده بالنسبة للمواطن تنصحه بإيه؟ والله أنا عايز أقول للمواطن يعني أفضل شيء في هذه الفترة إن أنت تتجنب السفر الضروري، بالذات لدول سواء هي دول مسيطرة على الفيروس أو مش مسيطرة على الفيروس، لسبب بسيط، إن أفضل شيء في السيطرة على أي موجة فيروس إن الناس stay in place، يعني يقعد في مكانه كده لغاية ما تعدي الأزمة بسلام. لو راح المكان ده بيتعمل فيه عزل او بيبقى فيه PCR تيست او الكلام ده، ممكن يلقط الفيروس من اي مكان، ممكن يلقطه من طياره، ممكن يلقطه من مطار، ممكن يلقطه من احتكاكه بالجمهور حتى بعد فتره العزل. فاحسن ستي سيف دلوقتي، ما بقتش يعني اعتقد ان لو هو ضروري يسافر بياخد الريسك ويسافر، لكن سفر فسح بقى وسياحه مش وقته. لا ما انصحوش يا جماعه، احنا في كيرف كده للموجه الثانيه، مش علينا وبس، ده على العالم كله. فاحنا حاجه من اتنين، يا اما ننتظر نشوف في بروجرس او في تقدم في الحاله الصحيه للمكان اللي احنا عايزين نروحه ده، او ندرسه كويس قبل ما نروح. وده السبب اللي بيخلي بعض الدول بتحط دول اخرى في ال بيسموها الجرين زون او الريد زون، يعني دي دوله اذا كانت خطر ولا اذا كانت امنه، اذا كنت تسافرها او ما تسافرهاش. طب انا اقول لحضرتك، انا فكرت ان انا كان عندي يعني رحله للولايات المتحده، فعايز اقول لك ان هم احد يتكلموا معايا كتير جدا في المطار على الدخول،
لان هو عايز يتاكد ان انا مش داخل سياحه. عارف لو ده تاكد، عارف لو انا كنت قلت له ان انا داخل سياحه كان قال لي ثانك يو سو ماتش، احنا مش رايحين سياحه دلوقتي. فانا قلت له انا داخل رحله عمل، عندي كذا وكذا وكذا، ولكن لازم اوري له بروف ان انا داخل رحله عمل. فالدول دلوقتي بقت حريصه جدا في هذا الامر، ان هو مش عايز يجيب تحور من مكان لمكان اخر وهكذا. صحيح. فبعض الاحيان ممكن المردود اللي جاي من ساعه السياحه في ظل ازمه كبيره جدا زي اللي احنا فيها دي ممكن يكون اقل بكتير جدا من المكسب اللي احنا هناخده لو احنا قدرنا ان احنا ما نجيبش مثلا نعم. سياح من منطقه فيها تحور. يعني ما ينفعش مثلا ان احنا النهارده نفتح سياحه مع جنوب افريقيا لانها فيها تحور كبير فيها جدا خطر. للفيروس، ويمكن مضاد مقاوم للفيروس. فاللي انا بقول لحضرتك ان مقاوم الامر للقاح. لازم يبقى فيه توازنات، والحمد لله الدوله المصريه نجحت بشده في ان هي تخلق هذا النوع من التوازنات، وانا اثق في ان الناس ان شاء الله باذن الله يعني هنعدي هذه الازمه بسلام. يا رب إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء خليفة، خبير التسويق السياحي الدولي، كنت معنا من أبو ظبي تحياتي يا فندم. عبر زوم. شكرا جزيلا يا فندم.